السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة بخير. اول مره كيشوف هذا الفيديو هذا اشترك في القناه. شي بدا ديما يوصلوا للعب تقريبا. شفت الفيديو تاع اليوم اللي فات، ما دار معانا والو. جابوا لو باز عاود تاني ديال والبارح 6-2. هذيك لو باز نيت اللي كانت عندنا والبارح في الربحه. انا كنهضر مع اللي مفرش في الفيديو تاع البارح، لاباز نيت اللي كنا لاعبين ديك 6-2 جابوها نيت. عاود تاني اليوم مشينا حنا مع 14 ومشينا مع 5. المهم ما عليناش، هادشي هكا داير. غير اللي ما كاينش حتى شي واحد يربح يوميا من غير مالي، ومالي رابحين يوميا. المهم غدا عاود تاني عندنا الكروسه 5 الفافوري ديال غدا هما هادو. عندنا 13 و4 و1 و6 و3. عندنا الواحد تروازيام فافوري، 13 بريمي فافوري، وزدناهم التواكر ولا تصيدر 7 و12 و9 و8 و2. ونقصدو نبارت وشتات 7 على التوكار ديال غدا و12 توكار تاع غدا. وهاد الجوج تا هو حيت الجوج والطناش واحد فيهم. المهم هنا لا باز، انا خرجت لي 13% وخرجت لي 600% تقريبا اليوم. شتوهم ما جا تا واحد فيهم، ما جا لا 5 لا 14. هنا عاوتاني نفس المشكل دابا ديال غدا. هنا عاوتاني تجمعت لي 6 مع 13، خرجوا لي هما بجوج هما رابحين في التيرسي. ولكن تستوى هنا كيما قلت لكم البارح مازال على 5 و14. قلت لكم راه صعاب يجو بجوج، فعلا صدقوا ماتوا بجوج. غدا عاوتاني 6 و13 تخرجوا لي هما بجوج و100%. والمشكلة تجمعوا هنا وصعاب يجو بجوج. اشنو قلت انا؟ قلت يقدر يجي واحد فيهم ويموت واحد، يا اما 13 لا يموت يا اما 6. ولكن هما خصهم يتلعبوا بجوج، 13 بريمي فافوري و6 كاتريا فافوري. وراه في نفس الوقت ممكن عاوتاني يجو بجوج. قلت انا المهم 6 100% و13 100%. ها 13 هو والربعة، الى مات 13 يجي ربعة هو. راه يعني ممكن لاباز تكون 6 13 اكس ولا 6 4. ها هو الربعة، اما 4 اما 13. هاد الشوج 4 و13 هادو ضروري واحد فيهم في التيرسي. قلت انا مع هاد 6 هادي. والتوكار هو 2 ولا 12، بدات اليوم عاد لعب. المهم 2 ولا 12 هادو هما التوكار تاع التيرسي. هاهي التيرسي، التوكار تاع التيرسي هو 12 و2، وعندنا حتى 10 و7. المهم 12 و2 هما اللي قلت لكم ملعوبين هنا. 10 و7 تا هما واحد فيهم كاين، راه يقدر يجي تا هما في التيرسي. هاد الجوج هادو ردو منهم البال، اما في التيرسي اما في لاكام. المهم هما غادي يحاولوا يدبزو على التيرسي. عندك الجوج و12 و7 و10، وقلت انا هاد الجوج و12 هما اللي غادي يسبق واحد فيهم في التيرسي، ويقدر يجي هادو تا هما واحد فيهم في كاتريان، ويقدر يجي واحد فيهم كاتريان. المهم هادشي اللي بان لي انا في اللعب تاع غدا. هنايا عاود تاني راه الى ما 13، الى ما 13 غيجي 9 الطوكار ها هو، وغادي يجي 4. عقلوا عليها، الى ما 13 غيجي 4 ويجي 9. هاد الجوج هادو تقريبا ضروري تيجي واحد فيهم في التيرسي. اليوم مانيت شتو ما جاش الخمسة اللي كنا، كان 100% جا الجوج. هذا هو المشكل، ما هو يخسر. كان انا لي ندير جوج لاباز، ندير الخمسة وندير جوج. ولكن المشكلة 14 غادي نلعبو اللعبة عيد شتو هو خرج لنا 100%. صدق ما جا لا 5 لا 14. المهم عندنا هنا لاباز قلنا 13 ولا 9 واحد فيهم. هنايا عندنا 13 6 دونجير 12. اصلا قلت لكم التوكار تاع التيرسي غدا هو 2 مولا 12، هما بالاحمر هادو هما التوكار تاع التيرسي. وهادو غادي يجي كاتريام 10 ولا 7. عندنا هنا 9 ولا 2، اصلا 2 ولا 12 قلت لكم واحد فيهم. عندنا هنا عاود تاني 10 ولا 7،
هاد العشرة ولا السبعة هما هادو، هما هاد اللي يجي واحد فيهم قلنا 4 أيام. ميسيون تصلح 11 ولا السبعة، هذاك 11 ما كاينش، السبعة هو اللي ملعوب. فهاد عشرات الخيل راه غير هاد عشرات الخيل تيكون فيهم اللعب كيما كتشوفوك اللعب تاع ديما، وعندنا هنا عاوتاني باش يكون اللعب. المهم كانا نتحط 6 13 12 4 3 1 2 10 7 11 كيما قلت لكم. دابا غدا الطوكر تاع التيرسي هما هادو 12 و 2 12 و 2، واحد فيهم غادي يجي دوزيام ولا تروازيام. وعندنا مع 6 قلنا 100%، غندير 6 13 اكس، وغادي ندير 6 4 اكس، ويبقاو لي عاود تاني هاد الجوج يجي فيهم واحد. عقلوا على 12 و2 واحد فيهم، والعشرة والسبعة واحد فيهم، ولاباز اللي يجي يكون في لاكان يا 6 13 ولا 6 4. عقلوا على هاد اللعب اللي قلت لكم. حطيت هنا واحد 8 الخيل، 13 1 12 4 2 6 7 9، كما قلت لكم راه الى مات 13 بيجي 9 وبيجي 4. لا باز اللي خرجت لي هنا في اللعبة هي لا باز دو تيرسي الطو كارد. عندنا 6 13 درت 2 اكس، زعما الى مات واحد في هادو ممكن يجي جوج من هادو بجوج في التيرسي مع واحد من هادو، ولا ممكن يجي 6 13 ويجي واحد من هادو 100%، او مات 13 اجي 6 4 اكس ويجي الطو كارد تاع التيرسي 100%. المهم كما تنقول لكم انا اللعب اللي كنلعب كنلعب لكم على السيتات، ما كنلعب على البروغرام ماشي حتى شي حاجه اخرى. المهم حط صايل لجميع الخوت.